الحاج جزء متكامل. بعثة الحاج بها أجزاء رئيسية، الجزء الرئيسي والمكمل خاصة في الديار المقدسة هي البعثة الطبية العراقية. نعم. البعثة الطبية العراقية للسنة العاشرة على التوالي هي الأول من بين البعثات الطبية. الحمد لله. يعني أنا العام كنت نائب رئيس البعثة، كنا الأول، أول العام كنت نائب رئيس البعثة أيضا كنا الأول. الشيء المميز بالبعثة العراقية وخاصة الطبية هي ترفع الضغط عن النظام الصحي السعودي وتتكفل بتقديم خدمات طبية متكاملة لجميع الحجاج العراقيين وتحفظ كرامتهم ولا تجعلهم يقفون في الطابور لانتظار العلاج من الأطباء الموجودون في المستوصفات السعودية. نعم. لذلك احنا الفنادق مثلا 20 فندق، هذه 20 فندق بها 20 عيادة طبية متكاملة على مدار 24 ساعة. هذا يميز البعثة الطبية العراقية. بقية البعثات لساعتين بالنهار، ساعتين بالليل، وقت معين، هذا ما موجود عندنا. الشيء الثاني، البعثة الطبية العراقية أثناء مسير الحجاج للرجم وفي مزدلفة وفي الوقوف في عرفة هي كتف لكتف مع الحجاج. لذلك إذا احتاج حاج أي علاج، المسافة بينه وبين البعثة الطبية أو أقرب طبيب لا تتجاوز 5 دقائق. بالتالي هاي مهمة. المهمة الأصعب مهمة مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة اللي أنا مديرها، اللي هي ركن ركين من وزارة الصحة، من أركان وزارة الصحة، أنه أنا أأمن الحجاج العراقيين لحد الحدود العراقية وأمن سلامتهم وأحافظ على صحتهم وسيطر على ضغطهم وسكرهم لحين ما يدخلون بالأراضي السعودية. في المطارات أيضا أقدم لهم خدمة.